بها ملعب غولف ومهبط طائرات وحمام سباحة. هذه ليست مدينة سكنية على أحدث طراز، ولكنها مجرد سيارة. سوبر ليمو سيارة أمريكية مثيرة يتخطى طولها 30 متراً، تم ابتكارها في كاليفورنيا عام 1986 بطول بلغ حينها 18 متراً وبزوج من المحركات في الأمام والخلف، حتى أنه يمكن قيادتها من كلا الطرفين قبل أن يتم تطويرها مؤخراً لتصبح السيارة الأطول في العالم. وسوبر ليمو ضيفة شهيرة على السينما، حيث تمت الاستعانة بها في أكثر من فيلم قبل أن تهمل في سنوات لاحقة حتى كاد أن يأكلها الصدأ، إلا أن يد التطوير امتدت لها مؤخراً وألحقت بها عدداً من الإمكانيات الضخمة، فباتت الآن تتسع لأكثر من 75 شخصاً وتحتوي على 26 عجلة، كما أن بها مسبح جاكوزي وملعب غولف صغير ومهبط هيكلي للطائرات المروحية أعلاها، فضلاً عن عديد الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجة والتلفزيون، حيث باتت تعرف بالحلم الأمريكي. والسيارة بإمكانها الانعطاف في الزوايا الضيقة، حيث تم تطويرها من قسمين وربطهما في المنتصف بمفصلة. ورغم أن كل هذه التطويرات، إلا أنها لن تسير في الشارع بسبب طولها الكبير جداً، كما أنه تم تصميمها ليتم عرضها في متحف للسيارات بولاية فلوريدا.